على بركة الله مشاهدينا الكرام انطلق شوطنا الثاني، وشوطنا الثاني الخاص بالجعدان الفطامين من مسافة 1500 متر. تنطلق الأسماء، تنطلق الشعارات المميزة هنا، وتنطلق أيضا النخبة من الصغار. على بركة الله نتابع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط، نتابع شعار ناصر بن مصبع بن علي بن حسين الشامسي يقدم لنا مقدام مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك مقلوع سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي القادم من ولاية الكامل والوافي، هناك من فلي المشايخ يقدم لنا مقلوع مع المركز الثاني والمركز الثالث. وتابع التقدم أيضا من دون تتراي ذياب بن غانم بن راشد المزروعي مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام شاهين مسلم بن أحمد بن حربي بن سالم على المركز الرابع والمركز الخامس من الجانب الآخر. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا هذه النخبة من الصغار هناك من الجانب الآخر تتنافس تتنافس تتناقص هنا على أرضية هذا الميدان. ولكن نعود مع المدهوشي سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي يقدم لنا مقلوع مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، هناك دون تتراي ذياب بن غانم بن راشد المزروعي مع المركز الثاني والمركز الثالث. يا سلام، هناك أيضا الصيرمي، الصيرمي يتقدم راشد بن محمد بن راشد بن غدير مع المركز الثالث. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع بن شطيط، نعود مع بن شطيط. يا سلام، سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي يقدم لنا مقلوع مع البداية مع صدارة هذا الشوط. سلام يا ولاية الكامل والوافي، سلام 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 أيضا لفلعي المشايخ، سلام تهانينا والناموس على هذا الأداء الرائع اللي قدمه مقلوع قام راس وانهراس. سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان في دون تتراي ذياب بن غانم بن راشد المزروعي، والمركز الثالث المركز الثالث الغالي محمد بن سيد بن علي المزروعي. هكذا النتيجة، نعود بالتهنية لمالك مزروع مقلوع سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي على انتزاع مقلوع المركز الأول. تهانينا والناموس.